العثور على قائد الميغ السورية بعد تحطمها عند الحدود التركية، وأحرار الشام تعلن إسقاطها. الموصل تنزف نزوحا، ناس فوق ناس والناس ضيعت ولادها، وابن عم البغدادي في قبضة الأمن العراقي. علي النهري تنتفض على العمالة الأجنبية. نحن رح نكف يد الفقر عبر كف اليد العامل الأجنبي. باسيل من البترون. قانون انتخاب جديد للبنان وللبنانيين بده يتحقق. أهلا بكم. ينفذ حشد من تجار مسلخ بيروت وشباب المسلخ الكارنتينا اعتصاما في هذه الأثناء أمام المسلخ المقفل بقرار سياسي للمطالبة بإعادة فتحه. وفي الشأن السياسي، تأكيد من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن لا عودة إلى قانون 60 الانتخابي، قائلا من البترون إن لبنان لا يبنى على طراز 60، ونحن نعمل اليوم لنبنيه على قانون 2017، وهذا جهدنا وهذه معركتنا المقبلة التي سننتصر فيها، وأعد جميع اللبنانيين بقانون انتخاب جديد يمثلهم جميعا. القانون والقضايا الأخرى الملحة أخذت حيزا من عظة البطريرك الماروني في أحد شفاء الأبرص، فاعتبر الراعي أن التلكؤ عن إقرار الموازنة وسلسلة الرتب وعرقلة إصدار قانون جديد للانتخابات على قياس الدولة والشعب وإهمال حل قضية النفايات هي برص اجتماعي قتال. نبدأ من اعتصام الكارنتينا، ومن هناك تنضم إلينا الزميلة جوال الحاج موسى. جوال، من هم المعتصمون و ما هي مطالبهم؟ نعم كاترين، إذا هي دعوة من شباب طاحونة المسلخ في الكارنتينا ومن تجار مسلخ بيروت. تجار مسلخ بيروت هي دعوة، هي بالأحرى وقفة تضامنية للمطالبة بإعادة فتح هذا المسلخ المؤقت. أتوا بكبارهم وصغارهم كما ترين كاترين، يعني حملوا اليافطات، حيث أكدوا أن عرب المسلخ هم جزء من بيروت وأهلها وليسوا صف ثاني، ولن نكون كذلك. تساءلوا عن يعني 600 ألف دولار لإعادة تأهيل المسلخ، متسائلين ليش بعده مسكر كما يمكننا أن نرى في هذه اللافتة التي رفعها أحد الأطفال. كاترين، إلى جانبي الحاج فاروق الحسن، يعني إذا أمكن أنه يمرؤون الأولاد. حاج فاروق الحسن، حضرتك متحدث باسم تجار مسلخ بيروت، يعني اليوم تقريبا 800 يوم مرق على اقفال هيدا المسلخ على اساس يعاد فتحه بعد تاهيله، وما صار هيدا الشيء. اليوم واقفين هون هيدي الوقفه التضامنيه لتقولوا شو؟ نحن كتجار المواشي واهل المنطقه عم نتعرض لمخطط ممنهج لالغائنا من المنطقه، من هون ومن المسلخ. هيدا المسلخ كان فيه 40 50 تاجر، هدول التجار بعامل الزمن في شيء توفى وفي شيء ضل. هلا تراكمت، يعني عمره 23 24 سنه، تراكمت السلبيات فيه. انتبهت علي كيف؟ من صدي الصوفيات، من الدهان، من 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 نطلب نطالب نحن البلديه، يا جماعه اعملوا لنا اعاده تاهيل لهالمسلخ، اعملوا لنا، يقولوا بسمار ما بنحط، بسمار ما بنحط فيها. واللي زاد بالطين بلة أكتر شيء، وقت اللي ما كانت تنشال البقايا الدبحيات جابونا واحد أحد البيئيين. نحكي عن مسلخ بيروت، عن مسلخ هون، بس ما هو أعيد تأهيله، يعني مش بحكي قبل بس هلأ أعيد تأهيله، يعني البعض تحدث عن أنه، بس أنا عم بحكيكي على الأسباب اللي تسكر. انتبهت علي كيف؟ واللي ليش برأيك شو الأسباب هلأ اللي عم تمنع فتحه؟ أسباب سياسية. نعم، لأنه سوق السمك حدنا، سوق السمك حدنا. طيب ليش هون، ليش هون في وباء وسوق السمك ما في؟ مسلخ برج حمود بعيد عنا 500 متر على باب مكب برج حمود.
ليش بالفنار في اكثر من 10-12 مسلخ؟ انتبهت ليش؟ وليش بشويفات؟ ليش بس نحن هون؟ بس لانه نحن موجودين. وبيتحججوا لك بيقولوا لك 12 واحد. ال 12 واحد اللي عم اقول لك نحن عم نتعرض لمخطط ممنهج لالغائنا، ال 15 ال 12 واحد كل واحد عم بفوت على اسمه، ثلاث تجار عم بفوتوا على اسمه لانه الاداره والمحافظه ما سمحت لهم وقت اللي قدموا طلبات ما وافقوا لهم على انه يرجعوا يذبحوا. انتبهت علي كيف؟ قالوا لهم ما في مرفوضة. يعني برأيك هو الأسباب السياسية اللي بتوع الأسباب السياسية؟ نعم، لأنه أنا بالحرف الواحد وعلى على على الهوى بقولة كنت عباب البلدية، التقيت بالشيخ بيير نديم جميل، بلدية بيروت، التقيت بالشيخ نديم جميل وقلت له المسلخ اللي فوق بالكارنتين حد مستشفى الكارنتين اللي أخذ قرار يعمره جده الله يرحمه بيير جميل، وهو قلت له يا شيخ نديم جدك الله يرحمه أخذ ورقة قرد كويس وأخذ القرار وقت اللي كان وزير داخلية بالستين وعمر المسلخ هون بالكارنتينة، بتمنى عليك إنه تحافظوا على هالقرس ويرجع هالمسلخ، ترجع لحتى على العالم تعيش فيه وتشتغل فيه. في فوق 300 عيلة بين شغيلة وتجار ومساعدين، وهذا في فوق 300 عيلة. قال لي ولا ممكن مسلخ بالمنطقة، ولا ممكن. هيك بالحرف الواحد. شكرا يعني لك. إذا كاترين يعني هذه هي الأجواء بشكل عام من الوقفة التضامنية من أمام مسلخ بيروت، علما أنه أقفل في 2014 لتأهيله وأعيد فتحه في 2016 لبضعة أيام قبل أن يعاد تسكيره. كاترين عودة إليك. شكرا لك جوال. عثر على العقيد المتقاعد في الجمارك جوزيف نقول أسكاف جثة أمام منزله في المتن الشمالي، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسباب الوفاة. وأفادت الوكالة الوطنية أن العقيد أسكاف من مواليد العام 60 أوقف سيارته في موقف قريب من منزله في محلة بيت الشعار في المتن الشمالي، وعلى ما يبدو فقد زلت قدمه ووقع من على حائط قرب منحدر بعلو 3 أمتار، حيث سقط على رأسه وأصيب بنزيف حاد أدى إلى وفاته. وقد عينت النيابة العامة طبيبين شرعيين لمعاينة الجثة، في حين أكدت المعلومات أن العقيد المتوفي لم يتعرض لأي عنف وأن ما حصل هو حادث عرضي بحسب الوكالة. إشارة إلى أن العقيد أسكاف من جزين وقد شغل منصب رئيس شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال والإرهاب في الجمارك قبل تقاعده منذ أشهر قليلة. باسيل يجدد وعده من البترون بقانون انتخابي يؤمن حقوق كل اللبنانيين. دشن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مبنى القصر البلدي الجديد في البترون بحضور رئيس البلدية مارسيلينو الحرك وحشد من الشخصيات السياسية وفعاليات المنطقة. وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال تطرق باسيل إلى قانون الانتخاب واعدا بقانون جديد يمثل كل اللبنانيين. قانون انتخاب جديد للبنان وللبنانيين بده يتحقق تيمثل كل اللبنانيين. نحن لما كنا بالدوحة بال2008 اتفقنا انه منرجع لهيدا القانون لمرة واحدة لانه كنا جايين ان القانون الأسوأ. واعتبر باسيل أنه إذا كان النظام اللبناني نظاما طائفيا فلتكن هناك جرأة لدى الجميع للقول بأن نظامنا طائفي وننجز قانونا طائفيا لكي يتعافى الجميع للوصول إلى قانون وطني. واليوم إجا الوقت أن نفكر بأهالينا بكل لبنان، كل يلي على الشريط الحدودي أو كل يلي على السلسلة الشرقية أو كل يلي بالمنطقة الشمالية، هيدا واحد منهم. كل واحد أهل عكار يلي عايشين معنا بالبترون، أهل يلي بيجوا كل يوم حدا منهم بيطالبني بده ينقل نفوسه على البترون، بيقول لي أنا إلي 20 سنة هون، أنا إلي 40 سنة هون، نقل لي نفوسي، ما أنا معك بالانتخابات بتربح، بعرف، بس مش هيك بنحافظ على وجودنا.
وشدد باسيل في كلمته أنه من غير الممكن القبول بأي إغراء بمقعد في البترون أو مقاعد للتيار الوطني الحر، معتبرا أن التيار قادر على تحقيق ما يريد في البترون بنفسه، مبديا استعداده للقبول بأي قانون جديد شرط عدم العودة إلى قانون 60. أشاد البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي بأهالي منطقتي بعلبك والهرمل وحياهم على صمودهم في منطقتهم العزيزة التي هي بمثابة سياج للوطن حفاظا عليه وعلى شعبه، لافتا إلى حاجتهم للدعم على مختلف الأصعدة. الراعي وفي عظة أحد شفاء الأبرص ذكر بما يتخبط فيه المجتمع من فساد وانحطاط في الأخلاق ومن إقطاعية سياسية تعطل القانون والعدالة، واعتبر الراعي أن التلكؤ عن إقرار الموازنة وسلسلة الرتب وعرقلة إصدار قانون جديد للانتخابات على قياس الدولة والشعب وإهمال حل قضية النفايات والعناية بالبيئة السليمة والصحة العامة هي برص اجتماعي قتال. تحطم طائرة حربية سورية داخل الأراضي التركية عند الحدود مع سوريا، وحركة أحرار الشام تتبنى إسقاطها. هذه اللحظات الأولى لسقوط الطائرة الحربية السورية في ريف إدلب عند الحدود التركية السورية. الطائرة من نوع ميج 21 سقطت داخل الأراضي التركية وقد نجا قائدها بعدما قفز بمظلته حيث نقل إلى المستشفى مصابا بجروح غير خطرة. ووفق مواقع إعلامية سورية فإن الطيار هو العقيد محمد صوفان، وقد عثرت فرق الإنقاذ والبحث التركية عليه على بعد 500 متر من موقع تحطم الطائرة. وكالة سانا كانت قد أعلنت السبت فقدان الاتصال بطائرة حربية كانت تقوم بمهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية، إلا أن حركة أحرار الشام المعارضة قالت إن مضاداتها الجوية أصابت الطائرة خلال تنفيذها غارات في ريف إدلب الشمالي. لقد كنت في المنزل عندما سمعنا صوت الانفجار، إنها طائرة حربية سورية، قوات الأمن تقوم بأعمال بحث وإنقاذ. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن طائرات حربية قصفت السبت بلدة دانا في محافظة إدلب ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. بعد الإعلان إسعاف أمريكية لبلدة الكنيسة. أهلا بكم من جديد. أبناء علي النهر يعتصمون ضد العمالة الأجنبية وتمددها إلى أرزاقهم. نظمت الحركة العمالية في بلدة علي النهر البقاعية اعتصاما في الساحة العامة، حيث تجمع حشد من أصحاب المهن الحرة في البلدة للمطالبة بالحد من العمالة الأجنبية وخاصة السورية التي وصفوها بغير القانونية والعشوائية. وناشد المعتصمون الرؤساء الثلاثة ضرورة إيجاد حل لأزمة النازحين والعمل على تنظيم العمالة السورية. بدنا نحن نعيش بشرف وكرامة وما بدنا نعيش بذل. نحن قاعدين لا شغلة ولا حملة، بدنا نشتغل، ما بدنا نشلح، ما بدنا نسرق، ما بدنا نمد ايدنا لاي واحد. انا بشتغل معلم نجار بطون، انا خشبي احترق بالبيت، ما بقى ينعاز لشيء خشبي انا نهائيا. الي 4 سنين وهلا تني الي سنه مريض، ضربتني السياره بعدني لحديت هلا ما حدا طلب بحقي، قدمت حقي للدوله انا وبعد ما اعترفوا لي بحقي. واذا ما لقينا في تجاوب يمكن نضطر نحن نحط حد لليد العامله الاجنبيه بايدنا وما حدا يلومنا. الامام علي عليه السلام بيقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. نحن رح نكف يد الفقر عبر كف اليد العامله الاجنبي. وأكد المعتصمون جدية هذا التحرك محذرين المسؤولين من خطوات تصعيدية سيلجؤون إليها لأن الفقر لا يرحم أحدا.
تسلمت بلدية الكنيسي في غربي بعلبك سيارة إسعاف أمريكية من نوع فورد مجهزة ومقدمة هبة من عضو جمعية تاسك فورس فور ليبانون مصطفى ناصر رئيس جمعية آل ناصر في لبنان والمهجر. وتم تسليم سيارة الإسعاف في احتفال شارك فيه رئيس بلدية الكنيسي علي حسن زعيتر وحشد من فعاليات المنطقة. وألقى ناصر كلمة أكد فيها أن بلدة الكنيسي تحتاج إلى الكثير من الإنماء والخدمات، وأن هذه الخطوة تساعد أبنائها على تسيير شؤونهم واحتياجاتهم الصحية، كما تسهم في حل مشكلة القرى المجاورة والبلدات المحيطة نظرا لبعدها عن مستشفيات المنطقة. نتابع النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. اعتقال صاحب اللحية الحمراء الداعشي في مدينة الموصل وسط حركة نزوح غير مسبوقة تشهدها المدينة. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على داعشي قيل إنه ابن عم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في حي الجوسق بالجانب الأيمن من الموصل الذي حرر قبل نحو أسبوع في الشطر الغربي للمدينة. ونقلت مواقع عراقية عن مصدر أمني أن اعتقال ابن عم البغدادي تم بناء لمعلومات استخباراتية دقيقة وعلى أيدي قوات الشرطة الاتحادية اللواء التاسع. وأضاف المصدر إن القوات الأمنية نقلت المعتقل إلى مكان لم تعلن عنه لأسباب أمنية ولإكمال التحقيق معه. وأظهر فيديو عملية إلقاء القبض على الداعشي ذي اللحية الحمراء مكبلا ومساقا من قبل عناصر الشرطة. إلى ذلك تتسارع أمواج النزوح وسط الوحول من الساحل الأيمن لمدينة الموصل مسجلة أعلى وتيرة لها منذ بدء معركة استعادة المدينة، حيث وصلت حسب أرقام منظمة الهجرة الدولية إلى نحو 200 ألف نازح بينهم نحو 45 ألف شخص منذ بدء الهجوم الذي تنفذه القوات العراقية لاستعادة الجانب الغربي من الموصل من قبضة داعش. والله جوع وضرب وطبعاً ما بيود نحفر الحياطين، تعبنا حيل تعبنا بزعنا، يعني عجي الطفل يقعد المصبح ما بحرقوا خبزه. خطر الوحل، الناس فوق ناس والناس ضيعت ولادها، هذا الطريق بس نجينا برواحنا، عفنا بيوتنا وعفنا كل شيء. اعداد النازحين عددهم لحد هسه وصلوا 1000 وفي تزايد مستمر، ينزحون من مناطق حي الرمان، تل الرمان وحي الشهداء الاولى والثانيه، ووضعيتهم الانسانيه يعني نقول تعبانه حيل ونحتاج لهم مساعدات وباشر. وتتركز مخيمات النزوح في محيط مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية. كان في هذه النشرة العثور على قائد الميج السورية بعد تحطمها عند الحدود التركية، وأحرار الشام تعلن إسقاطها. الموصل تنزف نزوحا، ناس فوق ناس والناس ضيعت ولادها، وابن عم البغدادي في قبضة الأمن العراقي. هذا ابن عم أبو بكر البغدادي. علي النهري تنتفض على العمالة الأجنبية. نحن رح نكف يد الفقر عبر كف اليد العامل الأجنبي. باسيل من البترون. قانون انتخاب جديد للبنان وللبنانيين بده يتحقق. ختام النشرة، شكرا وإلى اللقاء. وننتقل الآن إلى الزميل إبراهيم مهبي وقسم الرياضة.